الحمد لله فارج الكروبات وكاشف البليات ومغيث اللهفات، يجيب المضطر ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والمعنى: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. هدى الأمة إلى صراط الله المستقيم، وحذرها من الزيغ والضلال المبين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فالتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله رحمكم الله. ففي التقوى السعادة والفلاح والفوز والنجاح، وهي المخرج من المهالك، والسلامة من المضائق، والنجاة من البلايا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر والبلاء والوباء والأمراض والأسقام ما يكون سببا للجوئهم إلى ربهم ورجوعهم إليه وانطراحهم بين يديه. إن أقصر طريق لحصول أي مطلوب أو لإزالة أي مرهوب اللجوء إلى الله تعالى والانطراح بين يديه والتوبة والإنابة. لقد جبلت الدنيا على الأخطار والأكدار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحياة متقلبة والأحوال متغيرة، والله سبحانه قادر على تغيير الأمور في لحظة من زمن وبأدنى سبب. لا تسهرن إذا ما الرزق ضاق، ونم في ظل عيش رقيق ناعم البال. ما بين أمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الدنيا حيها يموت وخيرها يفوت. وصدق الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثمانية تجري على الناس كلهم، ولابد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. إخواني، مضى على الجائحة أكثر من 4 أشهر، ولا زلنا نرقب ارتفاعها ونرجو زوالها، والله سبحانه يعلم ما ترتفع وما تزول. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا زلنا نحذر أن يصيبنا المرض ونحترز عنه، وذلك أمر مطلوب نحترز عنه بفعل الأسباب المحسوسة كالتباعد وتغطية الفم والأنف والنظافة المستمرة بالماء والصابون والصلاة على السجادة الخاصة إلى غير ذلك مما ينبغي أن نحرص عليه ونحافظ من أجل سلامتنا وسلامة الآخرين. ولا شك أن الوباء ابتلاء واختبار يوجب علينا، ونحن نرغب ونرجو زواله، يوجب علينا التمسك بديننا والحذر من معصية ربنا. وليس الابتلاء بغريب على المسلمين، فقد ابتلي من هو خير منا، ابتلي صفوة البشر وأفضل من وطئ الحصى. فقد حبس نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة 3 سنوات ولم يتوقف عن الدعوة إلى الله، وقالوا ساحر وكذاب ومجنون، فأعرض عنهم وأخرجوه من بلده، فأكمل إبلاغ رسالة ربه في بلد آخر، وكسرت أسنانه
الأمامية في غزوة أحد وشج رأسه وأسقطه المشركون في حفرة وسال دمه على وجهه وسحره اليهود ووضعوا في طعامه السم وربط الحجر على بطنه من الجوع واتهم في عرضه ومات ستة من أولاده في حياته ولم يبق له سوى فاطمة رضي الله عنها فما صده ذلك عن نفع النفس عن نفع الناس بالعلم وتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الهدى. إنما أصيب به المسلمون من وباء إنما هو إيقاظ لهم ودافع إلى محاسبة نفوسهم والرجوع إلى ربهم والقيام بأوامره واجتناب نواهيه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. يقول الحسن البصري رحمه الله في أيام الوجع: أما والله ما هي بشر أيام المسلم. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما جعلت العلل ليؤدب بها العباد. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، رواه البخاري. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يتقبل منا ومنكم، إن ربنا جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه تعالى هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لا شك أن هنالك ارتباطا وثيقا بين المصائب والذنوب، فارتباط العقوبات الإلهية بذنوب البشر وانحرافهم مما لا شك فيه ولا ريب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن أفضل جيل عرفته البشرية وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم ابتلي ابتلاء عظيما، فلقد أصيب ذلك الجيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة كبيرة تمثلت في جراح غائرة لكثير من الصحابة واستشهاد العشرات منهم. وعندما تساءلوا عن السبب فيما وقع عليهم أجابهم الله تعالى بأنه من عندهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، فكان الجواب من الرب التواب: قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى مبينا سبب هزيمة المسلمين في أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد يسأل سائل: ما المعصية التي ارتكبها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى وقعت عليهم هذه الجراح المؤمنة؟ والجواب هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف مجموعة من الصحابة بأن يثبتوا على الجبل وألا يغادروه مهما كانت النتائج، وذلك أن وقوفهم على الجبل يمثل حماية لظهور المسلمين. ولكن هؤلاء المكلفين بهذه المهمة لما رأوا انتصار المؤمنين وهزيمة المشركين ظنوا أن المعركة انتهت، وخاف بعضهم أن يفوته حظه من الغنائم فنزلوا لأخذها. ثم كانت الكارثة بعد نزولهم مصيبة موجعة وفاجعة مهولة، فقد استشهد 70 من خيرة الصحابة وعلى رأسهم سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. تلك كانت معصيتهم.
تلك كانت معصيتهم، فكانت هذه المعصية سببا لتلك المصائب والجراح. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اقبل توباتنا وأجب دعواتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واحفظنا بحفظك، وارفع عنا الوباء برحمتك، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل للصلاة عليه في هذا اليوم والإكثار منها مزية على غيره من الأيام. فاللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفِّق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا المرابطين واحفظهم وقوِّ عزائمهم. اللهم وفِّق رجال أمرنا والممارسين الصحيين واحفظهم وأعنهم. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين، وعليك بأعدائك أعدائهم. اللهم فرِّج هم المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، ويسِّر أمور جميع المسلمين. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل شدةٍ وضيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.